أنا حاسة إنه كلكم عانيتوا مني كتير، وبعرف إني ضايقتكم كلكم، بس أنا عن جد ما قصدت هالشي، ما قصدت إني ضايق حدا فيكم، بس كان بدي أنقذكم من الخالة ديمبي وبام، هذا هو كل شي. بس بابا قلي الحقيقة، لو تزوج كاران من بام وكان هالشي مزيف، هذا الزواج بيدوم؟ أمي إذا هي بتالي تزوجت من أي حدا تاني رح تنبسط شي؟ نحنا كلنا منعرف إنه هي وكاران بيحبوا بعض وحبهم كمان كتير قوي. أمي بابا هي تال بنتكن، وما حدا غيركن رح يفكر بخير لمصلحتها، ونحن أكيد رح نقبل بأي قرار رح تاخده. وهي تال كمان رح تقبل. أنا بس عندي طلب أمي، طلعي بعيون هي تال قبل ما تاخدي أنت أي قرار بهالشي، شوفي شو هي بدها. وبس شو رأيك بالكلام اللي قلناه؟ الموقف اللي انت فيه هلا حضرتك، نحن كنا فيه قبلك، ونحن عطيناكم بنتنا بكل سعادة ورضا. بترجاكي انك توافقي على طلبنا وتعطينا بنتكم، وانا بدوري بوعدك اني اكون محترم بنتكم مثل ما بحترم بنات العيلة كلهم. هذا وعد. اسمع اخي، انت حكيت شيء كتير مهم، كيف فينا ما نوافق؟ نزل التردد الجديد لزي الوان 11277، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6،